بسم الله الرحمن الرحيم. يا من الله ذي المعارج تعرف الملائكة والروح إليك تعرج الملائكة والروح تعرج الملائكة والروح في تعرج الملائكة والروح فيه إليه يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه من قوله تعالى إن عذاب ربهم غير مأمون
والذين هم على صلاتهم دائمون. ومن ارتضى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم غير ملومين. من بداية سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة. بل قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ لمستقر. بلى لا وزر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولكن كذب وتولى أيحسب أن ولكن كذب وتولى أيحسب الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله تعالى ثم أولى لك فأولى ما الحكم بالميم المشددة ثم إظهار غنة استمر بالقراءة ثم أولى لك فأولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أيحسب إنسان أن يترك سدى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ما الحكم للنون الساكنة النون الساكنة عند الاعتراف أيحسب الإنسان أن يترك سدى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى صدق الله العظيم بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير الفاتحة أستاذ راشد لأستاذ محمد عمر أمبارك وترتيب وي ليلة أتشكوك الكتاسي تكوكيز وطوان السرقاني كيشا عندي ليه كل الكتاسي لتشكوك كنا سورة مبيلي في سورة المعارج كنا سورة الدهر مارج لا دحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع
للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه كلا إنها لظى حسبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين مع كل امرئ منهم أن يدخل جنة
أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم كلا إنا خلقناهم وما يعملون كلا كلا إنا خلقناهم ومما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم حسبك اقرأ سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر حسبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة
وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن أراك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.
شكرا استاذ محمد. انا انفاق استاذ محمد لاستاذ مسعود بلال امبايك وتراتيبو الى أستاذ بلال كتاسة سقوك إلى صلة المعارج إلى صلة الدهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة سورة المعارج وسورة الدهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ابْتَلُوهُ أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بسم الله Oh,
فرق أوشاد نبتلي أوشاد نبتلي أوشاد نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا الذين هم على صلاتهم حافظين
حافظون الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون أو ما ملكت أيمانكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فرب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب فإنه لقادرون حسبك أحسنت شكرا جزاك الله خيرا شكرا أستاذ مسعود أنا نفعت أستاذ مسعود لأستاذ علي عبد الله علي عبد الله مقام الأولى ثلاثة شهاب مدينة السلام أستاذ مسعود في الفتاسي كنا سورة الجن نا سورة الدهر ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واذكر اسم ربك ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وتبتل إليه تبتيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة وتضعون
يذرون الآخرة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم صدق الله العظيم. Wazazi wakiendelea kupiga hisabu zao, nataka niulize tena Ustadh Ali Abdallah, lakini kwa nadharia atupokea kidogo. Fanya tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم جوجة وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريين وكفروا الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
صدق الله العلي العظيم. الفاتحة.